ازيكم عاملين ايه؟ رب ماسك معاكم امير اورو فليم. حاجة من ورا كله من مش عارفة كله من انجليش مش عارفة ايه ده. مكتوب ان هو قناع للوجه يوضع على وجه يعني نضيف لمدة 10 دقايق، وبعد بس ما يجيش عند منطقة العين، ما يحطوش عند منطقة العين. هو بيجي كده، عبارة عن هو عبارة عن مادة لزجة اصلا شفافة، مش عارفة هتشوفوه ولا لأ. عبارة عن كده، حاجة شفافة كده ولزجة، مش عارفة شايفينه ولا لأ. عموما هنحطه على وشي وهتشوفه طبعا. كده انا حطيت الماسك على وشي، طبعا باين ان هو شفاف، يعني هو شفاف زي بياض البيت كده، ده اقرب مثل لي. طبعا هو عامل زي الجيل كده خفيف، يعني مش عارفه هو ايه بالظبط، بس عامه هو الكيس بيكفي 3 مرات او مرتين على حسب بقى ما انت تحطي. هستنى 10 دقايق زي ما مكتوب كده وهغسل وشي واجي. بصراحه الماسكات الطبيعيه اللي انا بستخدمها حاساها احلى من ده، مع ان ده مكتوب اللي هو بالخيار زي ما احنا شايفين كده. بس بصراحة انا ده يخلص عندي ومش هكرره تاني، لان انا اصلا بحب المسكوت الطبيعية في البيت. بس انا قلت ان انا ايه اجرب تغيير. بس بصراحة هو حلو للناس اللي هو ايه بيكسلوا يعملوا مسكوت في البيت. بس انا بصراحة بحب المسكوت الطبيعية. وبليز لو حبيت الفيديو اكتبوا تحت في الكومنتات الحاجات اللي حابين اجربها لكم المرة الجاية.